أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نحصل فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ونبدأ بالعناوين. في الهيئات نقرأ: هيئة علماء المسلمين تعقد مؤتمرا صحفيا بخصوص الجرائم التي تشهدها محافظة ديالى. وفي العرب الجديد نطالع: العراق قتيل وإصابات خلال مواجهات بين قوات الأمن وأنصار القوى الخاسرة بالانتخابات. نتصفح في الزمان: الكاظمي يوجه بإجراء تحقيق شامل في ملابسات تظاهرات الخضراء. أما القدس العربي جاء فيها الصدر: يخوض مفاوضات الكتلة الأكبر والإطار التنسيقي يصر على حكومة شراكة لا أغلبية. ونتصفح في الخليج الإماراتية: مشاورات لبنانية مكثفة لمعالجة الأزمة مع دول الخليج. جاء في إندبندنت عربية: طهران تضاعف مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب. في الشرق الأوسط: قادة جمهوريون، أي اتفاق نووي وقعه بايدن مع إيران سيعتبر ملغى. أهلا بكم. لم يكن قادة الميليشيات في العراق يمارسون التهديد المجرد بعد إعلان نتائج الانتخابات التي وجدوا فيها فصائلهم والأحزاب المرتبطة بها تقبع في رتبة متأخرة، وهي تتنافس على مواقع المرحلة الجديدة من العملية السياسية. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن التهديدات السريعة بعد النتائج، والتي نص الكثير منها على إدخال العراق في نفق مظلم، جاءت ترجمتها في محافظة ديالى بوصفها بيئة جغرافية واجتماعية تضم تنوعاً يحسب الطائفيون أن مخططاتهم سهلة المرور فيها. لأن الطائفية هي المستند الذي تتكئ عليه العملية السياسية في أصل بنائها وفي وسائلها وإجراءاتها، جاءت أحداث المقدارية رسالة واضحة وصريحة من الطرف الخاسر في الانتخابات مقارنة بمنافسيه باتخاذ الخطوة الأولى نحو الفوضى. سلسلة الانتهاكات وجرائم التطهير الطائفي التي ارتكبتها الميليشيات وما تزال أحداثها سارية وتداعياتها مستمرة في قرى المقدارية في محافظة ديالى متصلة بقوة بنتائج الانتخابات. وحينما يرصد المتابع على مدار السنوات الثلاث الماضية مسالك ما يعرف بتحالف الفتح الذي يجمع تحت مظلته ميليشيات الحشد الشعبي، يدرك يقيناً أن الجرائم التي طالت قرى ديالى بنزعة طائفية تهدف إلى تصعيد مقصود للأوضاع وخلط متعمد للأوراق، لا سيما وأن الأرضية الشعبية هناك تشهد خلافاً سياسياً بين قوى وكتل البيت الشيعي التي أعطت نتائج الانتخابات فوزاً لفئة منه مقابل إزاحة فئة أخرى عن مراتب المقدمة. وحتى لا يقال بأن أبناء البيت الواحد اختلفوا لأن قضيتهم السياسية لا تقوم على حق ولا تستند إلى عقل، جاءت الجرائم بصبغة طائفية يدفع أهل القرى والسكان المحليون ثمنها لتغطي على حقيقة مجريات الأحداث وتصرف الأنظار عن الصراع المميت بين أطراف اللعبة. يرى الكاتب أن رسائل أرباب الميليشيات وجنودهم تشير إلى أن البلاد تتجه نحو هوة جديدة يضحى فيها بأرواح العراقيين كالعادة وبدمائهم بسبب الخلافات السياسية. فجميع الكتل السياسية والأحزاب التي تحركها إرادات خارجية ما فتئت تحول تنافسها وصراعاتها أحداثا ميدانية تطال عامة الناس بهدف تأجيج فتن محلية ومحاولة صناعة نوع من الاصطفاف الطائفي المفضي إلى تغيير مستقبلي في تركيبة المجتمع وطبيعة الأرض. إذن ما زال عناصر ميليشيات الحشد
يصعدون من تهديداتهم عند بوابات المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد لمفوضية الانتخابات وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة واتهامهما بالمشاركة في تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ياسر عبد العزيز يقول في صحيفة الميثاق الوطني إن هذا التصعيد الذي تشنه الميليشيات مدفوع بقرارات اتخذت من سياسي تحالف الفتح الذي يمثل الواجهة السياسية لهذه الميليشيات. صدمة الميليشيات بفقدان ثلث مقاعدها لها دلالات كبيرة على أكثر من محور، أعظمها بحسب المحللين هي فقدانهم للحاضنة الشعبية التي اكتسبوها على إثر الفوضى الدينية التي تأسس الحشد بموجبها، وهو ما يعني أن ثورة تشرين استطاعت كسر تابو الحشد الذي قدم نفسه على أنه حامي حمى العراق من الإرهاب بفتوى الجهاد الكفائي، فبعد أن أوغل في دم السلميين من شباب العراق وأحرق قلوب أمهاتهم برصاصه الذي دفع العراقيون ثمنه من جيوبهم، كشفت الثورة عورتهم وأظهرت حقيقة جهادهم من أجل المناصب وحصد خيرات العراق لتقديمها على مذبح الولي الفقيه في طهران. لذا فإن أوامر إرهاب المنطقة الخضراء لا تعدو أن تكون أمراً من جملة أوامر يأتمر بها الحشد وقادته، رغم كل هذه التغييرات التي يعتبرها شركاء العملية السياسية في العراق جوهرية ونجاحات حققها البعض على البعض من خلال إعادة تقسيم كعكة مقاعد البرلمان، إلا أن هذا التغيير في النهاية انتهى إلى اللاشيء، حيث نفس الوجوه ونفس الكتل والأحزاب ونفس الأفكار ونفس الريشة الانتخابية والوعود المزيفة، فانتخابات من دون منافسة حقيقية وبرامج تنافسية تعني في النهاية ألا شيء بعينه. وبحسب الكاتب فإن ما يحدث في العراق من صراع على نتائج الانتخابات هو أبعد ما يكون من سجالات الفتح والصدر، حيث تتدخل فيه قوى إقليمية ودولية ترسم خطوط نفوذها وتتقاسم خيرات ذلك البلد الطيب، كما تتقاسمه كذلك الأحزاب والتيارات والميليشيات الآن في شوارع العراق كافة على حساب تشرين وشهدائها. قررت مفوضية الانتخابات رفض 174 طعناً من الطعون المقدمة إليها لأنها لم تستوفي الشروط المطلوبة ولا تستند إطلاقاً إلى أي أدلة حقيقية، وتم قبول 7 منها فقط كانت مدعمة بالأدلة والبراهين، وبناء على ذلك سيتم فتح المحطات المطعون فيها وسيتم فرز الأصوات في هذه المحطات وعدها يدوياً، حيث يقول سامي الزبيدي ويتساءل في صحيفة الزمان: هل سيحل قرار المفوضية بإعادة العد اليدوي لسبع محطات الأزمة التي أثيرت بعد إعلان نتائج الانتخابات؟ هل سيرضي قرار مفوضية الانتخابات الكتل والكيانات المعترضة على النتائج والتي لجأت إلى التظاهر ومن ثم الاعتصام بسبب ما اعتبرته سرقة لأصوات ناخبيها؟ وبالتأكيد إن إعادة العد اليدوي لهذا العدد القليل من المحطات لن ينتج عنه تغييرات كبيرة في مقاعد الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات، وحتى لو أضيف مقعد أو مقعدان للكتل والأحزاب المعترضة فإن ذلك لا يرضي هذه الكتل ولا يحل الأزمة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، في ظل تأكيد وإصرار الكتل الخاسرة على ضرورة إعادة العد اليدوي لجميع المحطات وفي جميع المحافظات، وهذا ما ترفضه المفوضية وتعتبره تدخلاً في عملها وخرقاً لقانونها ولقانون الانتخابات وسابقة خطيرة تهدد العملية السياسية. ثم إذا كانت الكتل السياسية تريد العد اليدوي، لماذا وافقت على قانون الانتخابات؟ ولماذا تم صرف ملايين الدولارات لشراء أجهزة التصويت الإلكترونية وملايين أخرى للتدريب عليها وللتعاقد على أجهزة الفحص؟
الكاتب يحذر من جر البلاد والعباد إلى نزاعات لا تحمل عقباها ولا يمكن أن يتحملها شعب العراق الذي تحمل كثيرا خلال السنين الماضية من مآسي وكوارث وفساد ومحاصصة مقيتة وسرقات كبرى لأمواله وصراع سياسي وطائفي وحروب وفقر وأمراض كلفت شعبنا وبلادنا الكثير من الخسائر غير المبررة. لبنان، ماذا يحدث هناك؟ لم يعد لبنان مهماً لا للعرب ولا للعالم، لن يساعده أحد إذا لم يساعد نفسه. هذا ما لم يدركه ولن يدركه يوماً العهد القوي، أي عهد ميشيل عون وصهره جبران باسيل. خير الله يرى في موقع ميدل إيست أونلاين أنه يصعب على العهد فهم هذه المعادلة العلمية البسيطة، خصوصا أنه يستقوي على اللبنانيين بسلاح ميليشيا حزب الله. من أجل استرضاء حزب الله أصبح عبد الله أبو حبيب وزيرا للخارجية، من أجل استرضاء الحزب والأجهزة السورية أصبح جورج قرداحي وزيرا للإعلام. أخطر ما في الأمر أن الاثنين يتحدثان عن أمور لا يفهمان فيها شيئا، يبدو كل همهما محصورا في كيفية تقديم أوراق اعتمادهما إلى حزب الله كي يبقى راضيا عنهما، خارج إطار استرضاء حزب الله وتقديم الطاعة له، لا مهمة أخرى للوزيرين المتذاكيين اللذين وافق نجيب ميقاتي على أن يكونا عضوين في حكومته. كان مستغربا إقدام شخص مثل نجيب ميقاتي يعرف العالم والمنطقة العربية بدقة على مثل هذه الخطوة. تعني هذه الخطوة أول ما تعنيه أن حزب الله يتحكم مباشرة بالحكومة، ثمة حدود للعبة التذاكي التي يمارسها سياسيون لبنانيون. من سخرية القدر أن هؤلاء أصبحوا في موقع المسؤولية. لا علاقة لشخص مثل عبد الله أبو حبيب لا بالسياسة ولا بالدبلوماسية، ولا علاقة لجورج قرداحي بأي موضوع سياسي في غاية البساطة. فكيف يكون الأمر عندما يتحدث عن اليمن وعن الحوثيين بالذات؟ يكمن خطر عهد حزب الله في أنه خطر على لبنان الذي فقد في ضوء استسلام ميشيل عون وصهره أمام مشيئة الحزب فقد كل مبررات وجوده. الكاتب يضيف أن هناك لعبة لبنانية انتهت، اسم هذه اللعبة هو لعبة التذاكي، حيث لا يدرك جماعة العهد القوي أن الناس في الخليج تعرف أكثر بكثير مما يعتقدونه. أكثر ما يعرفه الخليجيون أن لبنان انتهى بعدما صار مجرد مستعمرة إيرانية، ليس من سبب للتعاطي معه كشيء مختلف عن ذلك. ماذا يحدث للعرب؟ يعود التوتر الجزائري المغربي مجدداً. يمكن قول الكثير حول كونه مسلسل ممل ومتكرر وعبثي لا يعود على أي من طرفيه بالجدوى، لكنه مع ذلك يتخذ منحى تصاعديا منذ أشهر. جمانة فرحات ترى في صحيفة العرب الجديد أن كل من البلدين اختارا استراتيجيتهما للتعامل مع الآخر أقله في السنوات الأخيرة. تتصدر الجزائر في كل مرة حملة الاتهامات بحق المغرب بغض النظر عن مدى صحتها. يظهر أن المسؤولين لا يخشون الصدام الدبلوماسي أقله عندما تستدعي الحاجة، بل على العكس يرون فيه ضرورة ملحة ولا تكاد تنتهي أو تخفت فصول أزمة حتى تظهر أخرى، من الصحراء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في آب الماضي والاتهامات للمغرب بالوقوف خلف الحرائق في الجزائر ودعم استقلال منطقة القبائل الجزائرية، وصولاً إلى الاتهام الجديد للرباط بالتورط في قتل 3 مواطنين جزائريين في قصف استهدف شاحنتهم. في المقابل يبدو المغرب أقرب إلى الاكتفاء بسياسة التجاهل حيناً والرد في حده الأدنى حيناً آخر، إذ يصدر التعليق دائماً على لسان مصدر حكومي وغالباً ما يتبنى سياسة التقليل من الأزمة
وتأكيد الرغبة في عدم الانجرار إلى حرب مع الجارة الشرقية، والحفاظ على استقرار منطقة ملتهبة وتعيش على وقع تحديات أمنية وسياسية عدة. يصعب تصور أي حل راهن لهذا الصراع بين المغرب والجزائر الممتد منذ عقود والمثقل بإرث ما تركه الاستعمار من أزمة حدودية وما أعقب ذلك من قائمة طويلة من القضايا العالقة السياسية والأمنية من دون وجود رغبة متبادلة في تفكيك هذه الملفات وإدارة الخلافات بعيداً عن أجواء التصعيد والتهديد. الكاتبة ترى أنه على الرغم من أن ما بين الجزائر والرباط من قواسم مشتركة أكثر بكثير من الخلافات، لكن توالي الأزمات وانعدام الثقة بين الطرفين يعزز القطيعة بين البلدين ويجعل من جميع الاحتمالات ما دون الحرب المباشرة واردة. قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن يكون مستعداً تماماً لتقديم تأكيدات بأن الإدارات المستقبلية لن تتخلى عن الصفقة النووية التي سيتم إحياؤها، واعتبر أن الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي لن تنجح ما لم تقدم واشنطن ضمانات بأنها لن تتراجع عن الاتفاق. هدى رؤوف تتساءل في صحيفة إندبندنت عربية لماذا لا يمكن لواشنطن أن تمنح ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي. المماطلة الإيرانية لاستئناف محادثات فيينا كانت لأسباب عدة، لم تكن للضغط على واشنطن لرفع مزيد من العقوبات أو عدم ربط الاتفاق بالعقوبات الاقتصادية أو تغيير الوضع النووي لإيران واكتساب قدرات أكبر مما كانت عليه سابقاً فحسب، بل الأهم هو الحصول على ضمانات من واشنطن لعدم الانسحاب من الاتفاق النووي، أي أنه من النقاط الشائكة الرئيسة التي ظهرت من جولات المحادثات السابقة إصرار إيران على أن تحتوي الصفقة الجديدة على ضمانات بأن الإدارات المستقبلية في واشنطن لن تخرج من الصفقة كما فعل الرئيس السابق دونالد ترامب. ولكن هل يمكن أن تقدم إدارة بايدن مثل تلك الضمانات بشأن عدم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي؟ من المؤكد أنه لا يمكن واقعياً تقديم مثل هذه الضمانات لإيران، إذ لا يمكن إلزام ذلك لأي إدارة أمريكية أخرى أو للكونغرس. هذا من جانب، ومن جانب آخر لا يمكن ترك واشنطن تعتمد على موافقة الأمم المتحدة على الانسحاب من الاتفاق أو فرض عقوبات إذا ما رأت مستقبلاً أن إيران تنتهك التزاماتها بالاتفاق، لأن ذلك سيجعل السياسة الأمريكية عرضة لفيتو روسي أو صيني في مجلس الأمن. كاتبة تضيف أنه مما لا شك فيه هو أن إيران اقتربت كثيراً واقتربت أكثر من أي وقت مضى من العتبة النووية خلال الأشهر الثلاثة من المحادثات، ومن ثم لا يمكن السماح بالمفاوضات إلى أجل غير مسمى، فمعايير العودة إلى الاتفاقية وفوائدها لن تكون هي نفسها بعد فترة زمنية معينة. وفي خبرنا اليوم، في ظل انتشار الحفر على طرقات العاصمة الإيطالية والازدحام المروري الخانق، قد يوفر مشروع لإقامة تاكسي طائر كهربائي في السنوات الثلاث المقبلة حلاً مثالياً للراغبين في الانتقال بأسرع وقت ممكن من وسط روما إلى مطار فوميتشينو الدولي. هذا على الأقل ما ورد في بيان مشترك أصدرته شركة فولوكوبتر الألمانية المصممة للمركبة والهيئة المشغلة لمطار العاصمة الإيطالية والشركة القابضة للبنى التحتية المخصصة للنقل. ووعد المسؤولون عن هذا المشروع المهم الذي سمي فولوسيتي بنقل المسافرين من المطار إلى وسط المدينة في غضون 20 دقيقة فقط من دون انبعاثات ملوثة بسرعة قصوى تبلغ
110 كيلومترات في الساعة، ويقدر سعر الرحلة في هذه المركبة الجوية بين مطار فومينشينو ووسط المدينة ب 140 يورو، فيما التنقل بواسطة سيارة أجرة يكلف في العادة 48 يورو، وإجراء الرحلة بالقطار يكلف 14 يورو. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.